وكفى الصلاة والسلام على عباده الذي اصطفى، وبعد. لقمان ثم خاطر كطور، عمران لعل سبها والنور، وامرأة يوسف عمران القصر، تحريم المعصيات بقد سمع يقف، شجرة الدخان شجرة الدخان سنة فاطري، كل ولم فلا وحرف واطري، قرة عين جلت في وقعت، سدرة بطيات وابنتا وكلمة، أصاب الأعرافي وكل ما اختلف، جمعا وفرد فيه بالتاء عرف، وابدأ بهمز الوصل من فعل يطمي فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسر حار الكسر والخلف وفي، لأسماء غير اللام كسرها وفي، ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واثنين مع اثنتين، وحاضر الوقف بكل الحركة، إلا إذا رمتات بعض الحركة، إلا بفاس أو بنص وأش، إشارة بالضم في رفع والضم، وقد تقضى نظمي المقدمة، من ميل قارئ القرآن تقدمة، أبياتها قاف وزاين في العدد، ما يحسن التجويد يكثر بالرشد، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. وعين الصوت تحت المي تعافي مركع تعبير هو الله قال أي سواء سيء مركع كلمات خمسة أو شيء غير حيث سعر تعبا بأيه الله قال أيه ومرفوطة والزوارة بالتائي كابو أقري نعمة وفي لقمانة الصغر ثم صلاة الكسوان خطور إيضا الله من سورة دور تكسر ذا هي وعمران سورها أثر تأه نعمة وكسر ذا وحا أقري عثمان تأدير بأقري به ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله وسورة اللقمان آية كوبية صدر هذا تسكي أغنيسا ملخص آية ملخص كاتي ورسانو دوية معنى شيء ارسان ايه مركز السيء اكتسر سيسي ويس وفق يعني وفي الثانية والرابعة طلبات ايه افراد ونعمة الله ايه ايهدنا كسو قال مثل مركز لها سورة الصادر كوة كسرة وحوية طلبات سورة على عمران خلق لها ايهدنا واسع افراد وفي الثالثة وما أنت بنعمة ربك سورة طور قلت الله يدرس السبحان ويتأقر يسعد الباب وأنا آيات السجالية اللي بعثة سورة طور وحيول اللعنة إليه اللعنة وبها كسوغا سورة العمران هي والنور وفي سورة النور كسرة زبر بالتاء إنهم تتابعوا قريقنا مركات آل عمران كسرته ينور لبدو دعي فنجعل لعنة الله على الكاذبين وآية كسرة آل عمران كوبية لحنة والخامسة أن لعنة الله على سورة النور آية الضباء وإلا بضع كسرة على اللعنة طاهي مرسوم بالهاء هذا لا قرية والزجرة في التائب وقعدات امرأة يوسف وعمران والقصف والتحريم انت اصابا امرأة سيدة كتل تاه واثر صورة ذلك اثر كابا وحوق رئيادة نقاء ده مبسوطة او ان مربوطة اهي واختي قال له قرئيادة مبسوطة وامرك الزوج كيادة الله يبطاقية امرأة العزيز وصورة يوسف علام يا رب امرأة عمران آل عمران يبنى عيد مركة الشرية صدى امرأة فرعون وصورة القصصة عيد السبعة امرأة نوح وامرأة نوح
وامرأة فرعون صدح لما صورة التحريم لكي شراء تدولا إريح كسارة آخر تاس ورمان سكرة شراء مرسوم بالهاء تحلون بقى يا نحي وتأكى من بالله بقى مركز الكلاهي هذا القرية وتأكى من تأكى الله هو شيء يعني المركز الكتاب هذا النقطة والمرأة يا والمرأة لما يجب أن تأكى ربعين معصية نصرها يخص وحلو قولي يلي يتاليه بقد سمع يلو قولي يلي لما يدم يا رب ومعصية الرسول في موضعين بقد سمع يخص ذلك هل كاتاليه قولي يلي يلي وكذا دير بيضنا القرآن في اللبلا عنه هذا كثير قد سمع والزبرة الثائل تابعوا قرينات إمام شجرة الدخان إياه وسنة فاطر كلا لما أنظر انت عسنة كلا تكتسوا فاطر رب إن شجرة الزقوم فسورة الدخان عيدة ستة حياة خلق وحاو قرأتا ده شجرة فتح مرابا قصد سورة فاطرة سنة يدنا قال هو السرع به سيارك أوديه سنة وكل ما يكون شعر